اهلا بحضراتكم مره تانية، منورني في الاستوديو كابتن فتحي مبروك، نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر السابق، مسيره كبيره كلاعب كره ومسيره كبيره كمان في التدريب، وكلام كتير طبعا عن النادي الاهلي الفتره الحاليه. برحب بيك يا كابتن اهلا فتحي، بيك ساره، منورنا. اهلا بيك، كل سنه طيبه، وانا سعيد جدا اني معاك وسعيد جدا ان في برنامج السادسه. احنا اللي سعداء اكتر ربنا طبعا، يخليك. ودايما مشرفنا ومنورنا، وجماهير النادي الاهلي بتسعد بحضرتك دايما على شاشه القناه. خليني ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، مباراه الاهلي والبنك الاهلي، شفتها ازاي فنيا واسباب التعادل من وجهه نظر حضرتك؟ هو طبعا انا يمكن وجهه نظر فنيه، يعني كابتن محمد يوسف استفاد من تجربه وادي دجله، مباراه الاهلي وادي دجله، استفاده كبيره في كيفيه النهارده الخروج بنتيجه ايجابيه، وخرج بنتيجه التعادل. يمكن هو لاعب بثلاثه استوبارات، والثلاثه استوبارات دي يعني في كتير قوي في العالم بيلعبوها على فكره، وخصوصا الفرق اما بيبقى لازم فرقه قويه زي النادي الاهلي بيلعب ببنك الاهلي، بيبقى استراتيجيه المدرب او فكر المدرب كيفيه النهارده ان انا عايز اطلع بنتيجه، نتيجة مش ثقيلة، نتيجة النهاردة أقدر بأتعامل مع المباراة. فهو كابتن محمد لعب المباراة، لعب بثلاث استوبارات واثنين طبعا على الأطراف ظاهرين، ولعب بأربعة في وسط ملعب، اثنين منهم على الأطراف، ولعب برأس حربة واحدة، فده كان دليل إن هو ناوي إن المباراة تخرج في حالة تعادل. النادي الأهلي يمكن استحوذ بنسبة 80% استحواذ، 80%، ولكن كان المفروض برضو الحاجات اللي بنشتغل عليها او الحاجات الاستراتيجيه بتاع مستر موسيماني كنا لازم نستغلها كويس جدا، عمليه التسديد على المرمى، عمليه النهارده شغل الجناب والزياده العدديه داخل ال 18، لان الكابتن محمد يوسف كان عامل كثافه عدديه داخل ال 18 كتير جدا حتى في الكوره العرضيه، فكان لازم يبقى في زياده عدديه في الحته دي علشان نقدر نسجل. الناس اللي بتشتغل من الاجناب لازم تبقى مركزه قوي، انا هلعب الكره لمين، يعني مش مجرد ان اوفر بيتلعب وخلاص، لا انا عايز اشوف مين اللي هقدر في وضع حركي هقدر استغله النهارده يقدر يسجل منها هدف او نقدر نسجل منها فرصه لتسجيل الاهداف. ولكن امبارح طبعا الكابتن محمد يوسف لعب زي ما قلت لك باستراتيجيه دفاعيه بحته. يعني لما يكون كده الفريق اللي قدامك يا كابتن فتحي عامل لك حيطه كده في ال 18، مش يعني دفاع بيدافع كويس جدا، جايب كل اللعيبه تدافع، هو هدفه ان هو يطلع بنقطة من المباراه دي، بيبقى ايه الحلول بقى هنا؟ يعني هل الحلول مثلا ان اللعيبه اللي في الشق الهجومي عندك تلعب براسها اكتر كويس جدا علشان مثلا العرضيات يستغلوا حاجه زي دي؟ يعني ايه الحلول اللي تبقى محتاجينها؟ هي انت مظبوط بتتكلمي مظبوط، وانا قلت لك الاجناب لازم يبقى فيه زياده عدديه، الزياده العدديه النهارده بتستتبع من وضع حركه، يعني الاوفر بيتلعب مثلا محمد هاني في الجانب الايمن بالظبط، الناس كلها تبقى في وضع حركه، ما خدش كره من الثبات، لان هو خلاص رجع خط دفاع طبعا البنك الاهلي ده وقف وتمركز كويس وشايف الكره العرضيه اللي جايه، عشان كده هو كان الاسبقيه حتى في طلوع معظم الكور بتشتتها، فكان لازم هنا يبقى بوضع حركه، السويتشات مع بعض النهارده، ناس مميزه في ضربات الراس اقدر اطلعها، التسديد من بره ال 18 لازم استغله كويس جدا بالظبط، يعني كل هذه الامور حلول في التكتل الدفاعي اللي كانت معمول للبنك الاهلي امبارح.